نسرين طافش، مواعيدك مظبوطة ولا ساعات ساعات؟ للأمانة في الشغل مظبوطة. نسرين طافش ترقص في الشارع وحذاءها يمر عشل الضخم يصدم الجمهور، كيف تستطيع المشي به؟ أثارت الممثلة السورية نسرين طافش الجدل كعادتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي التفاصيل، نشرت الفنانة السورية مقطع فيديو على حسابها الرسمي على إنستغرام، ظهرت فيه وهي تؤدي رقصة هيب هوب مع ابنة أختها مدربة الرقص لارا حامد. وما لفت الأنظار هو موهبة نسرين الكبيرة التي بدت واضحة من خلال إتقانها الحركة بطريقة محترفة. ومن جهة ثانية، نشرت الممثلة اللبنانية السورية هيا مرعشلي صوراً جديدة لها من جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بحذاء ضخم أسود اللون في غرفة النوم. وقد تفاعل المتابعون مع هيا حتى أن بعضهم شبه ستايل الحذاء بستايل النجمة العالمية ليدي غاغا. لارم لارم، قلت لي عم تفرك لنا إذننا عن ناعم يعني؟ لك أنت ليش عم تجربي تلوعين؟ كما تساءل البعض عن كيفية المشي بمثل هذا الحذاء، معتبرين أن المشي به صعب جدا لأنه ثقيل على القدمين على حد تعبيرهم. وفي هذا السياق، كانت هيا قد أثارت الجدل في الفترة الماضية بعد ظهورها مع شاب وسيم في إحدى الصور دون الكشف عن هويته. لتعلن الممثلة السورية ناهد الحلبي جدت هيا خطوبتها من هذا الشاب رسميا. حبيب ولا مو حبيب؟ هو صار هو مو حبيب، هو حبيب وخطيب وزوج. وخلال مقابلة تلفزيونية قالت الحلبي أن الشاب الذي ظهر معها ليس حبيب سري بل خطيب وزوج إلى حد ما. ماشي، الله يرضى عليك يا عمي. وين هالغيبة كلها؟ مشاغل عمي، مشاغل. طيب الله يخليك. لم أدفع. وأضافت هي عروس العام الجاري 2021 وستقيم حفل زفاف حال سنحت الظروف لذلك. وهو شاب سوري يدعى يوسف، لديه أعماله الخاصة، التقيت فيه ولبسنا سوا وقرينا الفاتحة وكتبنا الكتاب كل شي بوقته حلو. وحول أسباب عدم الإعلان عن الارتباط في وقت سابق، أشارت ناهد إلى أن زوج هي لديه خصوصيات اجتماعية وأمور خاصة بعمله منعت الكشف عن التفاصيل. ليش ما عم تجرب تفهم أنه أنت بدك يعني تاجر بحالي؟ ليش فكرك؟